إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا في دار ابتلاء واختبار، يبتلى ويختبر في كل يوم. نعم، يبتلى بالسراء والضراء، وبالصحة والمرض، وبالغنى والفقر، ويبتلى بالشهوات والشبهات، ويبتلى بالأخيار والفجار من البشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، فننظر من يشكر ومن يكفر، من يصبر ومن يقنط من رحمة الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونبلوكم، أي نختبركم، أي نبتليكم بالشر والخير، وبالشدة والرخاء، وبالصحة والسقم وبالغنى والفقر، وبالحلال والحرام، ونبتليكم بالطاعة والمعصية والضلال. ثم قال سبحانه: وإلينا ترجعون، أي نجازيكم على مواقفكم من هذه الأحوال. فمن وقف موقف المؤمن واتقى الله في كل حالة نال المثوبة، ومن أساء نال العقوبة. فلا إله إلا الله، انظروا كيف خلق الله هذه المتضادات وجعلها تمر على الإنسان ليمتحنه بها: هل يصبر ويشكر أم يجزع ويكفر؟ وأعطي الإنسان عقلا وإرادة ومشيئة واختبارا ليتمكن من فعل الخيرات بإرادته، ومن فعل الشر بإرادته، وكل ذلك بعدما بين السبيل وأقام الدليل. قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والإنسان أمام الابتلاء لا بد وأن يكون له موقف وانحياز، إما إلى الخير وإما إلى الشر، وسيكون جزاؤه عند الله على حسب ذلك. قال سبحانه: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهاكم عباد الله نماذج من الابتلاءات والاختبارات تقابل الإنسان، ولكم أن تقيسوا عليها. قد يبتلى الإنسان بالمال ليتجلى موقفه منه: هل يؤدي حق المال أو يبخل به؟ وهل يختصر على الكسب الحلال أو يتجاوزه إلى الحرام؟ ومن الناس أجارنا الله وإياكم وأعادنا من ذلك من إذا زاد ماله زاد إعراضه عن الله تبارك وتعالى، أضاع الصلاة واتبع الشهوات وصرفها فيما يغضب الله تبارك وتعالى، ومنع الزكاة وملأ بيته بالملاهي ومزامير الشيطان. ويبتلى الإنسان بالأولاد ليتجلى موقفه منهم: هل يربونهم التربية الإسلامية الحسنة يأمرونهم بطاعة الله، وهل ينهونهم عن معصية الله ويراقبون تحركاتهم وتصرفاتهم، وهل يقدمون محبة الله على محبة هؤلاء الأبناء؟ قال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واسمعوا إلى المولى تبارك وتعالى إذ يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالغني فتنة للفقير، حينما يراه الفقير في غنى وهو فقير
هل يرضى بقضاء الله وقدره أو يتسخط على فقره؟ والفقير فتنة للغني حينما يراه في فقره وحاجته، وقد أغناه الله وأعطاه من خيراته، هل يشكر الله ويعطف على الفقير أم لا؟ والعاصي فتنة للمستقيم على الطاعة، هل ينكر عليه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر أم يتركه على حاله؟ وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار، دار الابتلاء والاختبار. والحكمة في ذلك بيّنها سبحانه بقوله: أتصبرون؟ فيقول: فيقوم كل منكم تجاه هذه الفتنة بما يجب، أم لا تصبرون فتفشلون في هذا الاختبار؟ ثم قال سبحانه: وكان ربك بصيرا، يرى ويعلم أحوالكم وما يصدر منكم تجاه هذه المواقف، فيجازي كلا بما يستحقه ويجازي كلا بعمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وإحسانه وامتنانه، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، إن المصائب التي يجريها الله على العباد فتنة وابتلاء ليتميز الصابر من الجزوع. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فأوصي نفسي وإياك أخي المسلم بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلم أنك في امتحان وابتلاء يجري عليك من الله في كل يوم وليلة، بل في كل ساعة، فأنت ممتحن ومبتلى بالأوامر والنواهي الشرعية، وممتحن في مالك وولدك وفي شدتك ورخائك وبأعدائك وأصدقائك، والنتيجة إما سعادة أو شقاء، وإما جنة ورضوان من الله تعالى، وإما غضب من الله تعالى. أعادنا الله وإياكم من غضب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ثبتنا على الإيمان الثابت في الحياة الدنيا. أحبتي في الله، صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير والرحمة المهداة، فقد أمركم بذلك المولى تبارك وتعالى، إذ يقول وهو أصدق القائلين: ولم يزل قائما عليما حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم احم حوزة هذا الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمام المسلمين إمامنا ونائبه لما تحبه وترضاه، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورضاك ما تقر به أعيننا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم حبب إليهم الإيمان
وزينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا عظيم برهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وغفرت وأعطيتنا سؤلنا وأبدلت سيئاتنا حسنات بعظيم عفوك وجزيل إحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار والخيرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وبما جنته أيدينا من المعاصي والذنوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك واللأواء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم فأنبت لنا الزرع وأذر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. إخوتي في الله، صلوا وسلموا على رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.